تعالي موريك انا جبت لك ايه. يا ترى جبت لي ايه معاكي المره دي بقى؟ تعالي انا مشتاقه قوي ان اشوف انت جبت لي ايه. اقعدي وريني. الله يا فايق، دي هديه حلوه قوي وبان عليها غاليه كمان. مفيش حاجه تغلى عليكي يا حبيبتي. بجد يا فايق؟ اه طبعا بجد يا تون. تعرفي انا ما بلاقيش راحتي الا معاكي، كان نفسي تبقى معايا في سفريه فرنسا اللي فاتت. وايه اللي حاشك بقى؟ ما عزمتنيش ليه؟ ولا استخسرت فيها بقى تذكره الطياره؟ عيب الكلام ده، ده انت في داكي مليون تذكره بالطيار والطياره كمان. اهو ده اللي باخده منك كلام وبس. اهو انت لسه واخده هديه بشيء الفلاني. مليون مره قلت لك انا ما يهمنيش الفلوس، انا عاوزاك انت. سلامت الشوف من قدامك اهو. انا نفسي تبقى معايا بجد، يعني الكليه انا لوحدي. احنا هنرجع للموضوع ده تاني يا فايق. قدر، انا اول مره اتخيل ان ممكن احب حد بعد المرحوم جوزي. حبيتك انت وما اعرفش ازاي، وعايشه معاك علاقه زي ما يكون عشقتك، وده تعبني قوي من جوايا، مش مخليني قادره احترم نفسي. ليه بس يا حبيبتي؟ ايه الاحاسيس الوحشه دي؟ هي دي الحقيقه، مهما حاولنا نجملها يا فايق، اتجوزني اتجوزني حتى لو بورق عرفي. نفسي احس ان انا مراتك، مش واحده طياري تعرفها النهارده وبكره الله اعلم ايه اللي يحصل. انت ليه قلبتيها دراما كده؟ حس بيا شويه، انا تعبانه يا فايق، تعبانه قوي. ماشي، يعني خلاص هتتجوزني؟ سيبيني افكر في الموضوع ده.